اختر إحدى هذه البطاقات الأربعة واحصل على رسالة قوية حول حياتك الشخصية. غالبا ما تكون حياتنا لغزا كبيرا بالنسبة لنا، بغض النظر عن مدى صعوبة سعينا لتحقيق أهدافنا، فإننا لا نعرف أبدا أي طريق يجب أن نسلكه أو نتوقعه في اللحظة التالية. ومع ذلك يمكن لبعض الأدوات أن تساعدنا في الحصول على فكرة عن ماهية الحياة، إحداها الاختبارات، لأنها حتى لو لم يكن لديها دليل علمي فهي يمكن أن تقدم لنا إجابات على بعض أسرارنا الشخصية. هذا الاختبار هو واحد منها، سيكشف أسرار حياتك الشخصية التي قد لا تعرفها. شاهد معي هذه الصورة التي تظهر أمامك الآن على الشاشة واختر إحدى البطاقات الغجرية من بين رقم 1 إلى 2 إلى 3 وحتى 4. انظر بعناية واختر ما يناسبك أكثر. افعل ذلك بإخلاص، ثم انزل إلى خانة التعليقات ودون هناك رقم البطاقة التي اخترتها. بعدها تابع معي لنكتشف سويا ما الذي تخفيه هذه البطاقة لك من رسائل. إذا اخترت البطاقة رقم 1 فهي تخبرك بأن المصالحة على وشك الحدوث في حياتك، سواء في المجال العاطفي أو المهني. العلاقة التي انقلبت رأسا على عقب لسبب محدد سوف تولد من جديد وتجلب لك المزيد من السعادة والطاقات الإيجابية. ابدأ الآن بتفريغ أحقاد قلبك وتحضير نفسك للمفاجآت الكبرى. إذا اخترت البطاقة رقم 2 فهذه تمثل الانتظار. ربما تستثمر الكثير في شخص أو نشاط واحد وتتوقع منه نفس نسبة الاهتمام. مع ذلك يمكن أن يشكل هذا تصرفا جيدا وسيئا في وقت واحد. من المهم يا صديقي أن تنتبه إلى ما تستثمره في علاقاتك حتى لا ينتهي بك الأمر بقلب مكسور. إذا كنت قد اخترت البطاقة رقم 3 فهي ترمز إلى الاستقلال. هذا يدل على أنك شخص صاحب ميول فردية وأنك تحب أن تكون مركز وجودك. تحب مساعدة الآخرين وأنت قادر على التعاطف مع كل من حولك، ولكن عندما يتعلق الأمر باتخاذ الاختيارات فأنت الوحيد الذي تختار. إذا كنت تريد أن تعيش علاقة صحية أكثر فقد تحتاج إلى التحكم في دوافعك الأنانية. إذا اخترت البطاقة رقم 4 فهي ترمز إلى الوحدة وتقول لك أنه يمكنك أن تعيش لحظة من الوحدة الشديدة حتى لو كان هناك شخص آخر إلى جانبك، ويمكن أن يكون سبب هذه الوحدة هو سوء نوعية العلاقة وأمور في داخلك. إذا كنت تريد تحرير نفسك من هذه الفترة فعليك إجراء تقييم شخصي لتحديد المعنى الحقيقي لذاتك. اعتني بنفسك لتجد جانبا أكثر سعادة وجمالا في الحياة.